متابعات ومتابعي القناه ديالي قناه يقظه تي في اميره ام اش. اليوم جيتكم بواحد الوجبه اللي ولا واحد الوصفه اللي درتها ديجا معكم ولكن درتها بطريقه اخرى. اليوم غنعاود نديرها بطريقه مخالفه. هاد الوصفه هي وصفه الرفيسه. المره السابقه درتها بالحرشه، اليوم ان شاء الله غادي نديرها بالتريب بمعنى بالمسمن. اذا ندوزوا لهذا المكونات وحاولوا تتبعوا معايا باش تشوفوا المراحل. بالنسبه لهذه الوصفه احتاجت فيها الدجاج، هو درت الدجاج البلدي، جبته البارح وغسلته ورقدته في الملح والحامض وشويه د الخل، نقيته مزيان وبيته في الثلاجه حتى الصباح، هو تبارك الله نقي ومقاد. ثم عندي بالنسبه لهذه الوصفه غنحتاج البصل، ها هو البصل اللي غادي نشحر به الدجاج، وهذا البصل ديال التخضر لان كتعرفوا الرفيسه بان كتحتاج البصله باش تخضري. ثم غادي نحتاج مكونات اخرى، غادي نحتاج لان عاده عندي عفوا العدس، وعندي كذلك غادي ندير فيها الفول، الفول يابس، وغادي ندير فيها شي شويه ديال الحلبه. وكيف ما انا عندي واحد العاده، الحلبه ما تنديرهاش مباشره في البلول وانما تنديرها، هو عندي هنا واحد الكيس صغير، واحد التوب اللي تندير فيه هذيك الحلبه وتنعقدها وتستافد المرقه من المذاق. والحلبه تنديرها في شي طبيصيل، واللي بغى ياخذ الحبوب ديالها ياخذها، ولكن تيكون ديجا راه المرقه استفدات من داك الاكستريوم الفوائد والفيتامينات وداك الشيء اللي كاينين في الحلبه. ثم اضافه الى ذلك غادي نحتاج للتوابل. هاد التوابل هي عندي الابزار، وعندي سكنجبير، عندي الخرقوم عرق، وعندي كذلك القزبر حبوب، وكنحتاج لواحد الضامه ديال البنه، وعندي الثوم. ثم الملح، الملح ما كان على حسب الى المذاق عجبني وهو هذاك، اذا بلا ما كنزيد الملح، ولكن الى احتاجت تنزيد واحد الشويه. ثم كالعاده لان بالنسبه للرفيسه وبالنسبه سورتو المرقه ديال الرفيسه كتحتاج للسمن، ها هو عندي واحد شويه ديال السمن الحار، النص غادي نديرو باش نشحر به الدجاج، والنص الاخر غنخليه حتى يطيب كل شيء عاد ديك الساعه ان ندير فيه هذاك شويه ونسقي ان شاء الله. اذا تبعوا معايا باش تعرفوا المراحل. بالنسبه للنصيب كيف ما دائما المواد الدهنيه غادي نحتاج زيت المائده، وعندي زيت العود اللي كنصب به انا دائما، وغادي هذا الشيء غادي نصبو في الكوكوط ان شاء الله. غادي ناخذ هاد الدجاجه نحطو هنا في هاد الكوكوط، ثم غادي نكب هاد التوابل عليه، هما كبيتهم كلهم. ثم غادي نزيد داك شويه ديال البصل اللي غادي نشحر به، وغادي نزيد داك شويه ديال السمن، ها هو هاد السمينه، ها هي غادي نلوحها معاه، وغادي نشحر هاد المكونات. غادي ندير الزيت هاد المائده وزيت العود. البنات ها هو الدجاج ديالنا، ها هو تيتشحر مزيان، وراه زدت على هذيك التوابل والبصله، زدت واحد الكاس ديال الماء، ما يعادل واحد الكاس ديال العنبه ونص، باش يتشحر مزيان في التوابل، لان الزيت بوحدو اذا ماشي فكره زوينه. دائما اللحم ولا الدجاج ولا بد ما نديرو معاه حتى شويه ديال الماء باش يتبل مزيان. اذا غادي نخليه حتى يتشحر، عاد بعد ذلك غادي نزيد عليه واحد شويه ديال الماء، شي تقريبا شي سيترو ديال الماء، ونسد عليه واحد 15 دقيقه ولا 20 دقيقه، لان الدجاج البلدي كيبغي الطياب ماشي بحال الدجاج الرومي. بالنسبه للعجين ديال المسمن، ها هو عندي درت نص فينو ونص دقيقه ديال الفورس الممتاز، وزدت معاه درت معاه واحد المعلقه ديال الزبده وجوج المعالق ديال الزيت، وواحد نص ساشي ديال هذا ديال الخميره ديال الحلوه ومليحه ها هي، وشي شويه واحد معلقه صغيره ديال سنيده، واحد شويه ديال الخميره، علاش باش تكون ديك العجينه طريه وتكون رطبه، ما تكونش ديك الصعوبه باش نقرصوها. اذا غادي نعجن وان شاء الله وغادي نوريكم المسمن ديال هاد الرفيسه كيفاش غيكون التريد ديال هاد الرفيسه.
البنات هو من بعد 20 دقيقه انا حليت الكوكوط، دابا غادي نزيد العناصر الاخرى، غادي نزيد العدس تاع هو، ثم غادي نزيد هاد الحلبه اللي درتها في الكموسه، ها هي الشيا درتها في واحد الكموسه، وغادي نزيد كذلك هذا الفول اللي غسلته، ها هو تجمع كاع حيت هو، وغادي نلوح عليهم هاد البصله اللي هي ديال الخضار، ونزيد واحد شي شويه د الماء حتى يطيب داك الشيء اللي باغي نسكي، ونشوف واش داك الشيء هو هذاك. وزدت غنزيد واحد شويه د الملح حيت لقيت خاصه شي شويه ديال الملح. بالنسبه للعجينه ها هي، غير باش تعرفوا لا تيكستور ديالها، القوام ديالها، شوفي كي كتكون، شتي كتكون ما كتكونش شاده في راسها، وما تكونش رطبه بزاف، علاش سورتو ديال تلمسين من هكا خاصها تكون. ها هو الزبده والزيت باش غادي نورق، دابا غنديرهم كويرات، وغندير معكم واحد النموذج ديال المسمن اللي غادي ندير به هاد الرفيسه ديال الدجاج والمسمن ان شاء الله. البنات ها هو المرق، دابا ها هو كلشي العناصر فيه، خصو دابا غير يطيبوا هذوك العناصر، ونحل على الكوكوط ونزيد فيها ديك السمينه ونسقي بعد ما نصوب المسمن. البنات ها هما هي العجينه ديالي، درتها على شكل كويرات. وبالنسبه للتريد كيف ما قلت لكم انا كنديرو على اشكال ثلاثه، غادي نوريكم الشكل الاول اللي انا دابا كنستعملو بزاف، معاه هو سريع وما فيهش المشقه، ثم غنوريكم النوع الثاني والنوع الثالث. اذا دابا غادي ندير معكم واحد التجربه ديال هذا الشكل اللي غادي ندير، وندير لكم كذلك تجربه ديال هذوك الانواع الاخرى، ندير لكم غير نموذج، اما انا غنعتمد على هذا المسمن المزدوج، كندير فيه جوج ديال الكرات باش تسهل ليا الماموريه. في الحقيقه التريد ديال هذا ديال الرفيسه ديال التريد تتكون رائعه، غير هو انا تنفضل بزاف تنفضل وتندير هذه التريد، عفوا الرفيسه ديال الحرشه، غير وليداتي هما كيحماقوا عليها، ايوا اش غادي نديروا وليدات تسكي اللي كتبغيهم ولا كتبغي الناس ديالك راه تضحي. النموذج كناخذ واحد الكره، ها هي كندهنها مزيان بالزبده والزيت، ها هي كنطالي مزيان هاد الكره، كتعطيني واحد الدائره مورقه، ها هي ما نخليهاش غليظه، علاش باش ما تجيناش ديك الرفيسه مدقصه، خاصها تكون في الحقيقه مورقه وتتكون مزيده. دابا كناخذوا هاد حتى هنا كندهنوا باش دائما يبقى مورق، ملي تنكون كنقطع يكون هذاك ورقه، كندير الثانيه بحال هكا، كندير نفس العمليه، تنقرصها دقيقه، شوفوا معايا راه تبدا السطح ديال القصريه تيبدا كيبان، ندير الزبده والزيت وكنحط هذيك هنايا، ما كنحطش على هاد الجهه، كنحط على هاد الجهه اللي طويتها باش يكونوا مدعمين، وكنهز عاوتاني وكنحط كنرجع هاد الورقه ونرجع الثانيه، ثم نقاد هاد الجنبات، دائما الاتقان كيكون زوين في العمل. انا حصلت على واحد هي هادي، اذا هادي غادي نخليها نحطها حتى ترتاح. انا ديجا قبل ما ندير هادي درت واحد الوحده، هيا غادي نقرصها وغادي نلوحها في المقله. اذا كنقرصوا هادي مزيان، وكنرشوا هذيك المقله بالزيت، وكنلوحوا هادي كنلوحها هنا في نفس الوقت، ملي كنلوح كندهنها من الفوق، مكنسالوش حتى تبدا شي شويه تطيب، غير على ما نحس بها كتبدا تبان واحد شويه كطيب، هاهي بدا هكا كنقلبها هكا، لان هكا
باش كطيب مورقه ما نخليهاش حتى تولي حمراء. ها هي البنات هذيك الجهه اللي قلبناها على شوف كي جات احنا نعاود ثاني نقلبها كتجي محمره زوينه ومورقه. ملي كتنفخ كل ورقه كتولي بوحدها، ملي كتبغي تقطعيها كتلقاي داك الشيء مورق وزوين. النموذج الثاني هو تناخذوا واحد الكره ديال العجين تنسطحوها مزيان في القصريه ولا في سطح العمل كل واحد فين تيسطحها، وتندهنوا داك الوسط دائما باش نحافظوا على ديك العجينه تكون مورقه. ها هي كندورها هكا ونزيدوها ثاني حتى ديك الجهه اللي قلبناها وكنتلتوها كنديروها نتلتها. اذا ما تنرميهاش دابا لانني انا ديجا درت واحد الوحده يعني غادي هي اللي غادي نختم بها. هي اذا كنشدها كنقرصها مزيان هكا وغادي نوريكم كل وحده كل نوع كيفاش كيجي. هذه راه كتجي مفرقه، احنا كنرشوا هذاك المقله السطح العلوي ديالها غير نحسو بها شي شويه بدات الشيء كتبان كيبان لينا هذا الشكل وكنقلبوها ها هي ملي كتبدا طيب شوفها كتولي ورق كل ورقه بوحدها. غادي نشوفو هاد الشكل دابا ها هو حلول مورق كنديرو ليه هكا باش الكاشي تمشي للوسط بحال هكا باش كتحصلي على الورقة طايبة داك التريد كيكون طايب وكيكون لذيذ ملي كتسقي. البنات النموذج الثالث ها هو كندير كروسات صغيورين ها هما وتنقرصهم بحال هكا وكنديرهم مقادين. خص هاد السطح ندهنو مزيان باش تعرفوا النتيجة في الأخير وكنحط وحده اللي تاهي خاصها تكون قاده معاهم هي كنهز كذلك كنحطها فوق منهم عاد هادي الرابعه. ممكن ديري كثار من هذا وممكن كذلك طيبي فوق البوطه وتلوحي مره مره ولكن هاد الطريقه كتكون افضل. وكنشدوها كنقرصوها مزيان بحال هكا غادي تشوفوا كيفاش كتجي. هادو كلهم طرق باش ديروا بهم التريد وكيجي غزال واخا غير هما الاولى ما كتشدش لك بزاف الوقت الثانيه شي شويه هذه كتكون واحد شي شويه. اذا كندهنوا عاوتاني كندهنوا في المقله وكنحطوا هاد المجموعه هاد البنات هاني قلبتها. اذا ملي كتكون بدات كطيب واحد شويه ها هي كنحيد وحده راه هي وكنرجعها نقلبها لتحت وهاد التحتانيه كنشدها كذلك حيدها بقا تكون واحد شويه صعيبه لكن هي وكنقلبها عاوتاني هكا وعاد كندير ثاني جوجات بحال هكا ها هي باش تبقى هاد الوسطانيه حتى هي تستعفد هكا كنحصلوا على تريد مورق وزوين وطيب مزيان وما محروقش. البنات ها هي المرقه ديال الرفيسه هي موجوده الدجاجه حتى هو طاب الملح هي هذيك باقي دابا غادي نزيد غير هاد السمنه ها هي نزيد هاد الشويه ديال السمن نزيدو في المرق نزيدو وغادي نزيد شويه ديال الارواح غادي نحيد هاد الكموسه ديال الحلبه ها هي شتوها غادي نحيدها ولكن ندير هذا حتى نزيد واحد شويه دروه لان خاصني هذا الشيء ما غاديش يكفي ها هو هذا الماء طايب غادي نزيدو باش يكفاني في التسقيه ها هو ونعاود عاوتاني ندوق ونشوف واش المديحه هي هذيك وعاد ديك الساعه نسقي. عندي ها هو المسمن كذلك هو كله موجود انا غادي نقطعو ونرجع باش ندير التقديم سكي وندير التقديم ان شاء الله.
البنات انا بديت كنقطع في المسمن، ها هو شوف واحد المسمن هي قطعت، غير شوفوا الورقه دابا ديال هذاك المسمن اللي مضوبل، شوف كي كتجي الورقه بحال ديال البسطيله. راه بالنسبه للبنات، بالنسبه للرفيسه راه الا ما كانش المسمن نيت زعما زوين ورقيق، حتى هو راه كيعاون باش تكون ديك الرفيسه زوين. شوفوا الورقه ديالو اذا كانت هاد المسمن اللي درتو بجوج كيجيو، شوفوا الورقه ديك الورقه كتجي رقيقه بزاف، اضافه الى حتى المرق، فانه خصو يكون اذا ان شاء الله نكمل التقطاع ديال هذا. راه غادي نقطعوه غير بشكل تقليدي، ما غاديش نقطعو بالمقص، لان باش الورق نفرتكها مزيان. يلا نكملو ونرجع ان شاء الله. البنات ها الرفيسه ديالنا موجوده، يعني حطيتها وسديتها و راه مسكيه، ولكن بقى هكاك خليت واحد شويه ديال البلو اللي بقى يزيد البلو اللي زيدو. هنا كاينه عندي ديك الحلبه اللي تنديرها في الكموسه، ديك الحلبه تبارك الله لذيذه وزوينه. وعندكم الخيار كيفما قلت لكم، لا بغيتو ديروا هاد الانواع الثلاثه واختاروا واحد منهم، ولكن انا كنفضل هذاك ديال جوج ديال المسمنات، هما كلهم زوينين، ولكن انا عطيتكم بالاخص للمبتدئات والناس اللي مثلا ما تعرفوش النوع ديال المسمن اللي خصو يكون في الرفيسه ديال التريب. وكنتمنى الى عجبتكم الوصفه شجعوني بالاشتراك وبلايك وبالبارطاج باش تعملوا فائده وباش يوصلكم الجديد ان شاء الله، والى فيديو اخر.